بداية كده عايز اقول ان البطولة العربية دي بشهادة المسؤولين عن تنظيمها ورئيس اللجنة المنظمة بيقول ان البطولة دي هتكون اقوى بطولة عربية على الاطلاق، وقال كمان ان هتشهد تطور غير طبيعي في الملاعب اللي هتستضيف مباريات البطولة، بجانب تطور غير طبيعي في التحكيم في هذه البطولة. عين الصقر اللي بتقول ان الكرة عدت الخط ولا ما عدتش الخط شغالة في البطولة دي، كمان الفار اللي طبق في كأس العالم الأخيرة في قطر اللي هو مش عارف بالنظام الحراري، مش بقى نقطة تحط نقطة والكلام ده، اللي هو يعني لو في فيمتو سنتي تسلل بيبان، يعني الفار النصف آلي اسمه كده، الفار النصف آلي هيطبق في البطولة. فببدأ سؤالي بمنتهى الصراحة من نجمنا الكبير اللي فاهم كرة، البطولة العربية هل ترى البطولة العربية أقوى من البطولات الأفريقية كلها مجتمعة؟ بصراحة حاليا يعني ولي الأسباب اللي ممكن أقولها إن ترجح كفة البطولة العربية عن البطولات الأفريقية. يعني البطولات الأفريقية مثلا من 10 سنين يا خالد ممكن كنت تقول كان فيها شوية ندية وفيها شوية قوة، وكانت اللعيبة ما احترفتش كتير بره أنديتها في أفريقيا. دلوقتي لما تتكلم على البطولة العربية، أولا اهتمام إعلامي كبير جدا بيها، الجوائز المادية أعلى جوائز مادية بعد بطولة أوروبا، الفرق اللي مشاركة فيها لو جيت بصيت هتلاقي الهلال والنصر والاتحاد والشباب من السعودية، ودول أكبر 4 أو 5 أندية موجودين في السعودية. في تونس هتلاقي الترجي والصفاقسي وهم أكبر فرقتين ومعاهم النجم، وهتلاقي بلوزداد من الجزائر، هتلاقي الوحدة من الإمارات، هتلاقي الشرطة من العراق، وكل دي فرق كبيرة جدا وليها أسامي كبيرة جدا وليها تاريخ كبير جدا. فهتلاقي منافسة كبيرة جدا أولا في البطولة، ثانيا الأهم بقى أن البطولة السنة دي كمان هتشهد يعني فرق كبيرة جدا، خصوصا الفرق السعودية انتدبت لعيبة كبيرة جدا وانتدبت مدربين كبار جدا علشان يشتغلوا السنة دي في الدوري السعودي، علشان العالم كله يتفرج عليهم، فيهمهم أن البطولة تطلع في أبهى حاجة وأحسن حاجة سواء فنيا أو تنظيميا كمان. طيب هسألك سؤال، البطولة دي بشكلها ده من أول 3 فرق مرشحة لهذه البطولة؟ لو احنا بنتكلم على الهلال، النصر بانتداباتهم يعني طبعا بالاتحاد بطل الدوري السعودي، بنتكلم على كريم بنزيما أحسن لعيب في العالم، بنتكلم على كريستيانو رونالدو، بنتكلم على الانتدابات كوليدو كوليبالي من السنغال وأسماء كتيرة يعني كتير جداً جداً. كان آخرهم لاعب مانشستر يونايتد اللي انتقل لنادي النصر البرازيلي الباك ليفت بالظبط كده، واللاعب وعنده بروزوفيتش في نص الملعب، وعنده يوسف فوفانا في نص الملعب، 2 ديفندرين كبار بالزبط. جدا، وعنده في الخط اللي قدام بقى عنده كريستيانو رونالدو، وعنده تاليسكا، عنده من اللعيبه السعوديين اللي دي الحاجه الملفته السنه دي كمان خالد، اللعيبه اللي تحت 23 سنه عنده عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. في بداية الكلام أنا بشكر كل أصحابي وكل أهلي وكل حبايبي وكل اللي هناني على استلامي وحصولي على الدرع امبارح. نيجي النهاردة نشوف المعلم خالد غندور فريش طازة لسه دلوقتي وهو شغال قدامي، شفناه هو ومحمد صبري بيتكلم على إن البطولة العربية اللي هيلعب فيها الزمالك أقوى من البطولة الأفريقية. يا سلام، يقول لك يا عم ده احنا في رونالدو، في فيرمينيو، في معرفش إيه. يا عم انتوا بتتكلموا فيه في ايه؟ هو اي بطوله والسلام؟ مره الدوري عشان خدتوه الدوري احسن من البطوله العربيه، مره احسن من البطوله الافريقيه، مره احسن من كاس العالم للانديه. الناس دي مغيبه، الناس دي بيتهيأ لها حاجات احنا ما بنشوفهاش. محمد صبري وخالد غندور والاثنين بسم الله ما شاء الله ما يختلفوش عن بعض في قله الادب. انا واحد عشيره الناس دي، فانا بعارف ان انا بتكلم عليهم ازاي، والفيديوهات مليانه، وكل اللي عايز يتفرج ويتاكد يشوف على اليوتيوب هيعرف ان الناس دي مغيبه يا جماعه، وبتغيب جمهور الزمالك. يا ابني انت رايح تعمل ايه؟ رايح ربنا معاك، لكن ما تقولش على اقوى تاني بطوله قاريه من بعد اوروبا تقول عليها تعبانه. انت مين ضحك عليك يا ابني؟ مين هيئ لك ولعب في دماغك؟ انت صواميل مخك مفوته؟ حد لعب في عداد الفكر بتاعك؟ انا عايز افهم، هي الناس دي بتاكل ايه؟ الناس دي
فكرها بيكون ازاي؟ يا عم البطوله العربيه اقوى من الافريقيه واقوى من كاس العالم واقوى من اي حاجه في الدنيا، هنشوف هتعملوا فيها ايه وربنا يكرمكم ان شاء الله وتعملوا مستوى ما يكسفناش يفضحنا وتطلعوا حصاله زي ما انتوا حصاله في كل حاجه، زي ما انتوا حصاله في كل حاجه. احنا شفنا النهارده الحمد لله الدوري انتهى، شفنا النهارده الاهلي لعب بالشباب طبعا مباراه كانت تحصيل حاصل، وشفنا النهارده ويعني كولر النهارده هيثبت ان عنده حق في بعض اللعيبه اللي ما تنفعش، لان كان في علامات استفهام كبيره جدا على اثنين وبالاخص النهارده على الكندوسي وعلى طاهر محمد طاهر سطلانه اللي احنا ما شفناهوش، ما كانش موجود، كان الغائب الحاضر اللي يعني ولا ليه اي بصمه النهارده. شفنا النهارده الناشئين النهارده، شفنا النهارده تالق رامي ربيعه، يعني سبحان الله رامي ربيعه النهارده وبياخد رجل المباراه، يستحق رامي ربيعه النهارده. احنا شفنا المصري كامل العدد، كامل العدد ومش قادر على اشبال النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا في ناس لازم يا تطلع اعاره يا تطلع بيع نهائي، لان فعلا اللي احنا شفناه دوت مش مستوى لا صف تاني ولا ثالث ولا رابع في النادي الاهلي. بس الكندوسي بس في علامه استفهام على الكندوسي ده كبيره جدا. الراجل دوت انا شفت له اهداف وشفت له مباريات قبل كده كان مقطع ومكسر الدنيا. شفنا النهارده كريستو، كريستو النهارده نازل عامل شجاع السيما، شفت شجاع السيما عايز ياخد الكوره شمال ويمين ويشوط يعمل كل حاجه، يكون هو صانع اللعب، يكون هو الوينج، يكون هو الهجام، انا ما اعرفش يعني انت ازاي ما فهمش، في ناس معاك وفي ناس بتلعب معاك انا مش فاهم. بس هو لو خد فرصه الفتره اللي جايه مع كولر ولعب مع الفريق الكبير ان شاء الله هيكون ليه مستوى احسن من كده بكتير. هو عنده في بصمه، في شغل هيشتغل عليه زي ما طور من كهربا، طور من قفشه، طور من حسين الشحات. كولر بيعرف يستغل الحته دي وبيعرف يشتغل عليها كويس وبيعرف يشتغل على اخطاء اللعيبه، بيعرف يحرك اللعيبه زي ما هو عايز، بس عن شرط يكون ملتزم في التعليمات ويكون ملتزم باستمراريته في التدريبات، في التزامه يكون ملتزم. احنا شفنا كهربا، كهربا كان اي حد بيزقه اي حد بيتكلم معاه كان بيخانق طوب الارض، واحنا شفنا الزقه بتاعت حرس الحدود شفنا عمل ايه، طلع ما اتكلمش ولا كان حد كان يتكلم معاه، تمام. فاحنا النهارده الحمد لله النادي الاهلي اقوى دفاع اقوى هجوم، النهارده بنخلص الدوري 83 نقطه، 83 هي مش احسن حاجه ومش افضل حاجه، لان احنا كنا وصلنا قبل كده ل 89 نقطه. الفرق بينك وبين الثاني بين بيراميدز 10 نقط، الفرق بينك وبين الغريم التقليدي اللي كل سنه على طول معانا 23 نقطه، 23 نقطه، 13 جون بس اللي دخلوا فينا، هجومك 63 جون، مباراه واحده بس هزيمه واحده اللي خدناها من بيراميدز اللي كانت بالاونطه وكانت شويه فزلكه او شويه تهاون بعض اللعيبه او من كولر في التشكيل اللي كان المفروض يبدا بيه، لان بيراميدز النهارده هي اللي بتنافسك مش الزمالك، مش الزمالك. يا كنت تريح اللعيبه من بدري يا اما كنت تبدا بالتشكيل الاساسي بس. لكن احنا الحمد لله احنا 5 بطولات السنه دي، شفنا النادي الاهلي عمل موسم ولا اجمل ولا اروع من كده، ولسه قدامنا كمان بطولتين السنه دي او 3 السنه دي فربنا يكرمنا فيهم. فاحنا النهارده احنا شفنا اللعيبه النهارده لا في تحفظ كبير جدا على بعض اللعيبه، النهارده كوكا النهارده كان زي الزفت. كريم الدبيس يعني ممكن يجي منه بس برضه مش اللي هو، مش هو ده خليفه معلول. مش هو ده، شفنا زعلوك، شفنا معتز، شفنا الناس دي، الناس دي لسه يا جماعه، الناس دي لسه بتقول يا هادي بسم الله الرحمن الرحيم. 18 سنه و19 سنه فلسه بدري عليها. لسه بدري عليها. احنا النهارده لو ربنا كرمنا وخلصنا صفقه رضا سليم، رضا سليم هيكون صفقه مؤثره جدا الفتره اللي جايه وهتكون افاده للنادي الاهلي. الحمد لله ربنا كرمنا قدرنا نخلص الموسم، احنا عندنا ماتش مع الداخليه يوم 30 وعندنا مباراه مع المصري يوم 30. ربنا يكرمنا فيها الحمد لله. لكن حاجه واحده انا بس عايز اتكلم فيها قبل ما نختم مع بعض. طبعا احنا شايفين كل الصحف وكل المواقع الاخباريه اللي موجوده دلوقتي على حسين الشحات ليل ونهار، حسين الشحات يا جماعه الموضوع خلص، الموضوع خلص. يقول لك ده محامي نادي بيراميدز كان مستني الراجل، كان رايح الشيبي، كان رايح يعمل عمره، رجعوه عشان يعمل،
يا سلام، ده ايه ده يعني؟ مش للدرجه دي. واحد راح يؤدي فريضه ربه، ترجعه من المطار عشان يجي يرفع قضيه على حسين الشحات؟ ايه الغل وايه الحقد ده؟ ممدوح عيد عنده شويه سفاله وشويه قله ادب، انا مش بتهاش في كده. انت يا ابني بتقارن نفسك بالاهلي؟ تاريخك كله ايه؟ انت تاريخك كله ايه؟ تاريخ بيراميدز كله ايه؟ اتكلموا كلام معقول برضو نعرف نفهمه. بتعرف كل شويه تخش على صفقات النادي الاهلي علشان معاكوا فلوس، تقعد تطفش هنا وتطفش هنا وتجيب، عملت ايه؟ لميت لعيبه مصر. ما تقولش بقى النادي الاهلي ده بيفضل لعيبه وبيفضلي معرفش حرس الحدود، بيفضلي الاسماعيلي، بيفضلي انبي، بيفضلي معرفش. الحمد لله الحمد لله، كل اللي خدناه من الدوري خدنا مين؟ مروان وعبد الفتاح بس. خدنا ايه تاني احنا من الدوري؟ ما خدناش حد، ما خدناش حد، لان الدوري السنه دي ما فيهوش اللي على مستوى انه يلعب في النادي الاهلي. ممكن يلعب في اي نادي جماهيري تاني، لكن اي نادي تاني يقدر يسوي فيه زي ما بيعمل في الاهلي اظن لا. احنا شفنا كده كتير، وشفنا نماذج كتير من الدوري جت. احنا شفنا شادي حسين عمل ايه؟ شادي حسين، حسام حسن عمل ايه معانا؟ يا جماعه في ناس نفسها بتيجي تلعب في النادي الاهلي ما بتكونش قد المسؤوليه، ما بتكونش قد الضغط. احنا عندنا كم مباريات، كم ضغوط، والسنه الجايه هيكون عندنا اكتر واكتر. ده انت عندك افريقيا وعندك كاس وعندك السوبر والسوبر، حاجات كتيره جدا. تمام، عايزه النفس الطويل، يعني عايزه النفس الطويل. انا بتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله المباراتين اللي جايين للنادي الاهلي، وبتمنى خير. انا كاهلاوي انا بتمنى الخير لنادي الزمالك، ويا ريت يا ريت اللي عنده كلمه حلوه لحسين الشحات يقولها، اللي ما عندوش يا ريت يحط بقه جوه لسانه ولا لسانه جوه بقه ويسكت ويريحنا، لان احنا فعلا تعبنا، زهقنا من كتر الكلام اللي شغال ليل ونهار. خلاص الرياضه المصريه كلها ما بقاش فيها قضيه ولا بقى فيها اي زفت طين غير حسين الشحات ومحمد الشيبي. يا عم روحوا شوفوا حلو نادي الزمالك، شوفوا القرف اللي جوه نادي الزمالك، شوفوا مرتضى منصور اللي قاعد يعني بالعافيه، وقاعد غصب عن الحكومه وغصب عن وزير الشباب والرياضه، غصب عن الكل. حاجات دي اتكلموا فيها، حاجات دي اتكلموا فيها، لكن للاسف قناه الزمالك ما بتتكلمش غير عن النادي الاهلي، سوشيال ميديا الزمالك ما بتتكلمش غير عن النادي الاهلي، وبيزعلوا لما بنقول ان قناه نادي الزمالك هي نمبر 2 قناه الاهلي. بجد والله مش عايزين نطول على بعض، واقول لكم تصبحوا على خير، السلام عليكم.